ينضم إلينا الآن من القدس المحتلة رأفت عليان القيادي بحركة فتح. أهلا وسهلا بك سيد رأفت، وفي البداية ما رد فعلكم على عملية اليوم؟ عملية متوقعة في ظل التبجح الإسرائيلي والجرائم الإسرائيلية التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني واستخدام الطائرات والمدرعات والصواريخ ضد المواطنين الفلسطينيين العزل في مخيم صغير كمخيم جنين بالأمس القريب، في ظل قتل أبناء شعبنا الفلسطيني بدم بارد، في ظل 6 شهداء أو 7 شهداء قدمنا بالأمس القريب بين جنين وما بين بيت لحم. بالتأكيد هو ليس قدرا فقط على الأمة الفلسطينية أن تبقى تبكي، يجب أن تبكي الأمة الإسرائيلية ليفهم الاحتلال الإسرائيلي أن احتلاله مكلفا، وليفهم الاحتلال الإسرائيلي أن قواعد اللعبة تغيرت. لا يجوز أن يبقى الشعب الفلسطيني مكتوف الأيدي، لا يجوز أن يبقى الشعب الفلسطيني ينتظر مبادرات سياسية هنا وهناك. قدمنا كشعب فلسطيني كل ما علينا من التزامات للمجتمع الدولي ولكل المبادرات السياسية التي خذلتنا، ولكن في ظل هذه الحكومة المتبجحة، حكومة الإجرام، هو ينطبق عليها حكومة إجرام لأن وزراءها مجرمين وصنفوا بالحكومات الإسرائيلية السابقة ضمن قوائم الإرهاب. الآن هم من يحكموا في حكومة الاحتلال الإسرائيلي ويمارسوا جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني. بالتأكيد قواعد اللعبة اختلفت، الضفة الغربية دخولها وخروجها للإسرائيليين ليس سهلا، سيدفع الإسرائيلي ثمن احتلاله، وجربنا الاحتلال الإسرائيلي على مدار سنوات طويلة. هذا الاحتلال لا يفهم إلا لغتين، لغة القوة ولغة المصلحة، لا يعطي أي احترام لأي مبادرة سياسية أو أي التزام أممي أو دولي. هذا الاحتلال المقاطع وهذه الحكومة المقاطعة دولية حتى من الإدارة الأمريكية التي تقاطعها ولا تريد استقبالها، إلا أن تركيب الحكومة تركيبة متطرفة، تركيبة مجرمة، هي تريد أن توصل رسائل لناخبيها أنها تستطيع أن تمارس مزيدا من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني. ولكن في ظل هذه الحكومة ارتفع منسوب المقاومة وارتفعت هرمونات المقاومة في شعبنا الفلسطيني. لاحظوا معي أن في ظل هذه الحكومة ارتفعت العمليات الفدائية ضد الإسرائيليين، لأن ذلك تصعيد أيضا وانغلاق للأفق السياسي أصبح واضحا في كافة قطاعات شعبنا الفلسطيني، حتى في ظل انقساماتنا الداخلية المؤلمة، في ظل خلافاتنا الفلسطينية المؤلمة، إلا أن هنالك شعب فلسطيني لديه أولوية التخلص من الاحتلال وممارساته. لهذا السبب أعتقد أن هذه العملية جاءت لتقول للشارع الإسرائيلي أن ممارسات هذه الحكومة لا يمكن أن تجلب لا أمن ولا أمان للإسرائيليين أينما قتلوا، وأنه لا يوجد حلول لا عسكرية ولا أمنية مع الفلسطينيين. الحل فقط في إزالة الاحتلال ووقف الجرائم ضد الشعب الفلسطيني. يبدو أن التصعيد من الطرف الإسرائيلي يعني يأتي على مجالات مختلفة، عسكرية، وأيضا مسألة منح وزير المالية الإسرائيلي السلطات لإصدار المصادقة للتخطيط والبناء في المستوطنات منذ أيام قليلة. إذن يعني المواقف تتصاعد على كل الصعد. هل العمليات التي يقوم بها الفلسطينيون في الفترة الأخيرة كفيلة بأن تضع حدا لهذا التصعيد الإسرائيلي؟ بالتأكيد كما قلت لك أن الإسرائيليون لا يفهمون إلا لغة القوة ولغة المصلحة. لهذا السبب بالأمس كان هنالك قرار من حكومة الاحتلال بإعطاء صلاحيات كاملة لوزير المالية سموتريتش بمزيدا من الاستيطان بالضفة الغربية، وهو يعلم وهم يعلمون أنهم لا يستطيعون حماية مستوطنيهم في الضفة الغربية. في المستوطنات في الضفة الغربية خلف جدر كما يقولون، هم يحاولون أن يقاتلوا الفلسطينيين من خلف جدر، جدار الفصل العنصري ومستوطنات محاطة بأسلاك شائكة مكهربة، لا يستطيع المستوطنين أن يتحركوا بحرية كاملة. وتأتي ورغم كل ذلك تأتي هذه العمليات لتؤكد للمستوطنين ولتؤكد لحكومة الاحتلال ولتؤكد للعالم أجمع أن هذه أرض فلسطينية، وأن من يقطنها من المستوطنين في مستوطنات مسيجة بأسوار عالية وبأسلاك مكهربة وبحراسة مشددة لقوات الأمن الإسرائيلية
الشرطة الإسرائيلية، هذا دليل أنهم هم مقتنعون أنها ليست أرضهم. هذه الممارسات الإسرائيلية وحتى القرارات التي تخرج مما يسمى بالكيبينة والكنيسة الإسرائيلي في ما يتعلق بالمسجد الأقصى طارة، وفيما يتعلق بالاستيطان بالضفة الغربية طارة، وفيما يتعلق بالتصعيد وآليات التصعيد ضد الشعب الفلسطيني طارة أخرى، هي قرارات صنف قرارات إرهابية من حكومة احتلال لا نعترف بها، لا تزيد الشعب الفلسطيني إلا مزيد من القوة والصمود والرباط ومقاومة الاحتلال. الاحتلال الإسرائيلي وصمت المجتمع الدولي لم يترك أمام شعبنا الفلسطيني إلا خيار واحد فقط، هو خيار المقاومة. نحن لا نريد الدماء ولا نعشق الدماء، نحن نريد دولتنا الفلسطينية، نريد استقرار، نريد حقوق شعب فلسطيني التي كفلتها لنا الشرعيات الدولية. حتى المقاومة بالنسبة للشعب الفلسطيني مكفولة من المجتمع الدولي، ولدينا قرارات جمة من المؤسسة الدولية لصالح حقوق شعبنا الفلسطيني، ولكن للأسف المجتمع الدولي أعجز بكثير من أن يطبق هذه القرارات. لهذا السبب لم يصلح أمام الشعب الفلسطيني أي خيار سوى خيار المقاومة والصمود. وطالما أن هنالك احتلال هنالك مقاومة، هذه معادلة يجب أن يفهمها كل العالم وكل الأحرار. شكرا جزيلا لوجودك معنا رأفت عليان القيادي بحركة فتح.